نزل امبارحة وثائقي سعودي ريبورترز واللي لقى اعجاب عدد كبير من الجمهور بما يحمله من عبر ودروس للحياة، فشفنا من خلاله كيف بدأت قصة سعودي ريبورترز على يوتيوب ومعاناة عبد الله مع المرض وكيف دخل المستشفى وحارب المرض للنهاية من دون استسلام. فهذا الوثائقي ابكى الجميع فحقق اكثر من 1,000,000 مشاهدة خلال ساعات قليلة فقط. شارك محمود العساوي هذا المقطع القصير على انستغرام وعلق به قريبا وخلى موضوع الفيديو سر لتحليلات الجمهور، والبعض ذكر انه ممكن يكون عبارة عن فيديو كليب لأغنية جديدة او فيديو لزواجه، فشو هي توقعاتكم؟ اكتبوا لنا توقعاتكم بخانة التعليقات. الحياة عبارة عن قرارات. بشكل جدا مفاجئ صرحت بيسان اسماعيل من خلال برنامج بوليفارد المواهب انها حتغادر البرنامج بشكل رسمي لاسباب خاصة مع تمنياتها بالتوفيق لكل زملائها بالبرنامج. فشو هو سبب مغادرة بيسان للبرنامج حسب رأيكم؟ انا كتير انبسطت بالفرصة اللي اجتني ببرنامج بوليفارد المواهب، واكيد كتير تعلمت منه كتير شغلات جديدة، وكمان فخورة بكل شيء عملته وبكل غناء غنيته، وكمان فخورة كتير اني طلعت على اكبر مسارح بالرياض. حققت انجازات كتير حلوة، بس امرات بيكون في اسباب اقوى مني بتضطرني اني ضحي بشيء. يعني مو كل الحياة برامج، في ممكن شغلات تكون اهم من هيك، لهيك حأضطر انسحب من برنامج بوليفارد المواهب، بس اكيد حضل تابعه. حيتواجد عدد كبير من اليوتيوبرز الاسبوع المقبل لاحياء فعالية Into the Galaxy واللي حيقابلوا فيها عدد كبير من متابعينهم بدبي، واللي من بينهم ابو فلة، نور وبنين ستارز، ابو الرب، رزان، رغدة، فريد، هنودي اوسم، ناجي القاب، نويل، بيكي وغيرهم كتار. شاركت امبارحة نارين بيوتي فيديو على يوتيوب كان فتح صندوق وصلها من صديقها مو فلوكس واللي بيحمل عدة هدايا، والهدية الأخيرة كانت مميزة جدا وأثارت الجدل، حيث كان عبارة عن حذاء من لوبوتان وسعره بيتراوح بين $1,000. فشو رأيكم؟ ترند سألت الشيخ وقال حلال مكتسح التيك توك بآخر فترة، وعدد كبير من المشاهير شاركوا بهالترند، ومن بينهم كانت نور ستارز واللي شاركت هالفيديو اللي بتظهر فيه وشمها اللي بإيدها وعلقت بي سألت الشيخ وقال حلال. إلا أنه نور لاقت عدد كبير من الانتقادات والهجوم على هذا الفيديو من خلال التعليقات. فشو رأيكم بفيديو نور؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات. فلا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر جرس التنبيهات لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول. نشوفكم بالفيديو الجاي.